بذات خاص أرجو أن نتوقف عن سنتوقع الآن تتوقف الآن عن هذا صدمتني الحاجات اللي أنا فهمتهم مش مصدقة روحي أخي معناه كلام قاعد تقول فيه معناه ما عادش كان فايق يا سيدي أحمد راه كان تقول فيه غاب راك رئيسنا التجمع حزبنا بن علي رئيسنا يعلم التونسي هذا مش يعمل تشنج تبلا حرام يقتل والله قسمت بالله واحد يعمل ربع ساعة تلفزة تونسية يموت بيه. أنا اعتقادي أنه عندنا أزمة متاع بهامة أو فيضان بهامة طلبت منك بصوروني مرة طول شعري باش صوروني صورتوني كم من تاني باش يجي واحد كيفك أنت متخلف ويتكلم على بلاد ويتكلم على مرت الرئيس ويقول عليها في حاجات كما هكا إنسان تافه وإنسان ما تستحقش الرحمة متاع حتى مسلم خاطر احنا بلاد إسلامية وانتي تقذف في المحصنات تفيه عليك يعني ما تحشمش وما تجعرش وبروسك في لحظة شدينا ناسك لابد نجيبك بمقاسك نذلك ونوطيلك راسك انسحب لحظة يا سيمونسف لحظة خلينا نخرج وربورتاج ونرجع للفلاشو نخرج الجلوس معك نخرج وربورتاج نخرج وربورتاج وقيل لي انك انت حاضر لا احضر كل شعب تونسي لو تسمع ويزي انهيتم مهمتكم وبارك الله فيكم عدوا الى امنكم السيد مات حيت يا حسن لو تسمع باش نقدمه في الحوار لكن قبل ما نقدمه في الحوار لأنه فما تشنج كبير نتابع مع هذا النغم الوطني لسوني مبارك ثم نواصل أوه نغم وطني لسوني مبارك زادة مرة أخرى شفتني أنا في كندا ومع مرت من يبكيه نهار ذيك إن شاء الله عمرها ما تفرح بيه رئيس حكومة هي عاد نحب نهني سيفوفو تعش عملوا هذوما كما الطفلة اللي فقدت البكارة متاعها مشيت عام تعملية بس أنت زودتها قوي ليه ما تعديش علينا ايه ده مين الراجل العبيد ده نطلب الحكومة جديدة تحلي مشكلتي انا في وقت برجيبة ما عرستش اللي يجي يخطبني يقول لي الدنيا غالية جابن علي نفس الشيء ما عرستش ما لقيتش راجل الحكومة جديدة اتدبر لي نحب نعرس ونتش لي فريجيدير والدنيا ترخص لي وفما لي بيع وش مني ما نعرسش ما قد توا ما عرس انا مفهمت عليك شيء والله يا هيثم انا اصلي رسول اسمك رسول يعني لا اسمي انا رسول اسمي هيكل بن عمرو اما نزلت القران رضوان رضوان نزلت القران يا ودي ايش دخلنا في القران الان هيثم بن عمرو شكرا جزيلا لك سيدي ايه داخل وجهك مسود لنا وجونا قدام العرب بكل سرقي هو وانا فهمتكم يا نعم انا فهمتكم وفهمت الجميع